كان من المفترض أن يكون يوم السبت هو موعد لقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين ناديي الزمالك والرجاء البيضاوي الذي انتهى ذهابا بفوز الزمالك بنتيجة 1-0، لكن اللقاء المنتظر شابه الكثير من المشكلات والجدل أيضا بعد إعلان نادي الرجاء البيضاوي تسجيل 8 حالات بفيروس كورونا في صفوف الفريق، وهو ما يجعل من الصعب بل من المستحيل السفر لإجراء مباراة الإياب في موعدها. وعلى أثر ذلك تقدم بطلب تأجيل لقاء الإياب لحين إجراء الفحوصات اللازمة لإنهاء حجر لاعبي الفريق ليتمكنوا من اللعب على أرض نادي الزمالك في القاهرة. مصادر صحفية رياضية رفيعة ذكرت أن الاتحاد الإفريقي الكاف وافق على هذا الطلب، لتبدأ بعدها موجة من الجدل على السوشيال ميديا تصدرها جمهور نادي الزمالك الذي انزعج من هذا القرار بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الظفر بالتأهل إلى نهائي الدوري، فأطلقوا هاشتاغ نرفض التأجيل يا مرتضى، ويقصدون هنا رئيس النادي مرتضى منصور الذي وافق على التأجيل، فالمعلقون اعترضوا على قراره ودعوا من خلال الهاشتاغ إقامة المباراة بالبدلاء داخل فريق الرجاء أسوة بكثير من الفرق العالمية. دعونا نشاهد. طيب سنذهب الآن إلى أبرز تعليقات التي وردت حول موقف رئيس نادي الزمالك، ونبدأ من مازن الذي قال، ماذا قال مازن؟ قال المواقف النبيلة في مساعدة لاعب مصاب، وإنما ده تاريخ نادي يا أستاذ مرتضى. أما ميزو ماذا قال؟ ميزو قال بالأمس كنا نساندك من أجل الزمالك، واليوم نرفض تفريطك في حق الزمالك من أجل الزمالك لا لتأجيل لقاء الرجاء. بينما علق فؤاد قائلا أي قرار بالتأجيل فهو مجاملة للرجاء وظلم للزمالك، الموقف مكرر مع أقادير ومع حورية الغيني ومع الوداد. علاء أيضا ماذا قال؟ قال لنهائي النهائي حيتلعب في معاده، يعني أنت كده تدي أفضلية لأهلي علينا ده إذا وصلنا النهائي أصلا بعد حوار التأجيل ده. معنا من القاهرة الصحفي الرياضي السيد طارق رمضان. أهلا بك سيد طارق معنا على سكاي نيوز عربية. إذا مواقف متشنجة جدا من مشجعي الزمالك أمام المستشار مرتضى منصور، يعني كملت هو اللجنة الأولمبية وأيضا المشجعين الآن في احتداد مع الرجل، كيف نظرت لهذه المسألة؟ مساء الخير، وزي حضرتك وزي كل مشاهدينك. يعني أنا ما أعرفش نادي الزمالك أقحم نفسه في المشكلة، يعني ليه؟ يعني المستشار مرتضى منصور طلع صرح بأنه موافق على تأجيل المباراة، في حين أن القرار الأول والأخير هو لجنة الأندية بالكاف وليس نادي الزمالك، اللجنة واللوائح عند الكاف، لكن نادي الزمالك في مبادرة هو اعتبرها مبادرة منه أنه في مساعدة على أساس حالات كورونا التي أصابت الرجاء، فهو بيوافق على تأجيل المباراة، لكن كاف هو صاحب الفيصل وصاحب القرار الأول والأخير، هو الذي يرى إذا كان هناك قوة قاهرة ستمنع نادي الرجاء من أداء المباراة فسيوافق له على التأجيل أم أنه سيرفض التأجيل. كل هذه الأمور بتناقشها لجنة الأندية في كاف، فنادي الزمالك ليس له دخل في هذا الأمور وسيتلقى القرار مثل الرجاء. يعني هنا احنا مش في إطار المناقشات او كاف بيتناقش مع نادي الزمالك انت موافق او رافض او ايه رايك، هنا المساله دي مش مطروحه على الاطلاق، لكن طبيعيا ان المستشار مرتضى منصور بيقدم مبادره يثير بها الجمهور، خاصه ان الجمهور يعتقد ان نادي الزمالك صاحب راي وانه يجب ان يتصدى لكل الاراء التي تقول بالتاجيل، لكن طيب. اعتقد ان قرار فيفا الكاف هو الحاسم وسيتم التاجيل، حتى لو تم التاجيل نادي الزمالك ليس مضرورا في هذه الحالة. طيب سيد طارق، يعني بالنظر الآن إلى موقف المستشار مرتضى منصور، هناك يعني سيناريو حقيقي بأنه يخرج من المشهد، هل هذا قريب؟ هل سنراه باعتقادك؟ هل هو حتمي في حق الرجل؟ الموقف سيتحدد يوم الأحد القادم، انتخابات البرلمانية المصرية السبت والأحد القادمين،
في حالة يعني عدم قدرته على النجاح في الانتخابات البرلمانية ستتغير الأمور وسنشهد تغير دراماتيكي في الأحداث، يعني باعتبار أنه سيفقد الحصانة، سيفقد موقعه في البرلمان، فتصبح هناك قضايا سيتم فتحها فالأمور ستتغير بالنسبة له. أما إذا حقق النجاح في انتخابات البرلمان سنشاهد سيطرة أكتر، تواجد أكتر، إثارة أكتر، تصريحات أكتر، لأنه سيمتد بقوته التي عهدناها فيه. فالموقف كله مرتبط بالأحداث التي ستحدث يوم السبت والأحد القادمين، لأنها ستظهر النتيجة في آخر اليوم. فإذا غادر موقفه في البرلمان الأمور ستتغير تماما بالنسبة له، وهناك قضايا سب وقذف ستفتح ويصبح هناك يعني محاكمات ومرافعات. نعم. لكن لو نجح سيبقى الأمر على ما هو عليه. طيب لقاء الزمالك مع الرجاء تعتقد كيف سينتهي؟ تأكيدا احنا انتقلنا من لائحة اللي هو العدد اللي حددوا الكاف، ان انت لو عندك 13 لاعب 3 احتياط و11 في الملعب لن نستطيع ان نؤجل لك المباراة. وعلى يعني هناك فارق بين موقف الرجاء وموقف حسنية اغادير ونهضة بركان. حسنية اغادير ونهضة بركان كانوا موجودين في المغرب، موجودين في ارض الملعب، موجودين في المعسكر في المغرب، لكن هنا انتقال فرقة الرجاء من المغرب الى مصر، هذه لائحة اخرى يعني بنسميها لائحة الظروف القاهرة. الرجاء مقدم قرار وزارة الصحة المغربية بمنعه من المغادرة تماما، الفرقة باكملها وليس عدد، فبالتالي الظروف القاهرية لو اخذ بها كاف سيتم تأجيل المباراة، تأجيلها الى 30 اكتوبر او 31 اكتوبر، لن يعطي افضلية للاهلي على الزمالك في وقت الراحة، بمعنى نعم. بل بالعكس قد يكون مساعدة لنادي الزمالك، لأنه سيسبق النهائي بستة أيام وهو طيب. وقت كافي جدا، بل بالعكس قد يكون مباراة الرجاء هي لياقة بدنية أعلى، بحين أن النادي الأهلي لا يلعب أي مباريات إنما التدريبات فقط، فهذه ميزة للزمالك وليس عيبا. شكرا لك من القاهرة الصحفي الرياضي السيد طارق رمضان، شكرا جزيلا لك. شكرا.